بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وقصير وإن شاء الله يكون مفيد عن بنقول الورد كلاود، الكلمات السحابية، الكلمات المبعثرة، كلمات في أشكال. إيه كل الكلام ده وماذا يعني؟ يعني الشكل الأشكال اللي إحنا شايفينها قدام حضراتكم دي. بيبقى في مواقع على الإنترنت أو بعض البرامج، بعضها مجاني وبعضها مدفوع، بيقدر يحول مجموعة من الكلمات إنها تكون مبعثرة زي الأشكال اللي فوق دي كده، أو بتاخد شكل أو أشكال معينة زي شكل البسدة أو الشجرة أو خريطة أو تفاح إلى آخره. يبقى دي كلها عبارة عن أشكال. الاستخداماتها بتكون في إيه؟ في استخدامات ليها كثيرة طبعا. هي ممكن بتكون افتتاحية بتاعت عرض معين، ممكن نحط الكلمات دي مثلا بتبقى مفردات بتاعت وحدة، يعني ممكن كل وحدة دراسية في نهايتها أو في أولها بيكون في مجموعة من المفردات، مثلا 7 كلمات، مصطلحات، 8 مصطلحات، أيا كان العدد يعني كمصطلح. فممكن نحطه في شكل من الأشكال بيعبر عن الوحدة دي، يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن الحشرات مثلا، فممكن ناخد شكل حشرة وبنحط فيها الكلمات دي، يبقى الكلمات دي معروفة إن دي خاصة مثلا بالوحدة الفلانية. طب لو بنتكلم عن النباتات بنحط ورقة شجرة أو تفاحة زي ما احنا شايفين. لو قدرنا نعمل حاجة زي كده بيبقى شيء جميل جدا، بتاخد شكل من الأشكال أو بنسيبها بقى لو ما فيش شكل مناسب بنسيبها زي مثلا كلمة السوشيال ميديا دي هنا، أو النولج الموجودة فوق، أو ماركتينج الموجودة هنا، فبالتالي بنحطها في أي أشكال. طيب، وبالتالي بتبرز، يعني الشكل ده هيعلق في ذهن الطالب أو في ذهن المتلقي، برضه هيبقى هيلفت نظره ويبقى شكل غير معتاد. وطبعا ما بتستخدمش بشكل متكرر، هي بتبقى صفحة واحدة أو افتتاحية أو إلى آخره عشان نجمع فيها كلمات جنب بعضها ليها علاقة ببعض، مش كلمات يعني غير مترابطة. لا، الحقيقة ده مش مظبوط. يعني بنستخدمها ازاي وبنعمل الكلام ده كله ازاي؟ في مواقع على الإنترنت أشهرها ال10 مواقع دول. في مواقع تانية، في مواقع تانية كثيرة، يعني بعضها ممكن بيكون بيبقى مجانا بالكامل، بعضها بيكون جزء مجاني وجزء مدفوع، بعضها بيبقى مدفوع بالكامل. وطبعا كل موقع من دول ليه مميزاته بقى وليه عيوبه، ده محتاج تجارب. يعني طبعا انا مش همر على كل دول، لكن انا حاطط هنا الكيو ار اللي هو الكويك ريسبونس اللي هو الموجود، اللي هو الرمز ده اللي لو نقدر من على الشاشه بنعمل له سكان هيودي حضرتك للصفحه اللي موجود فيها ال10 مواقع دول، تقدر تجرب بايه بنفسك. الموقع اللي انا الحقيقه بستخدمه موقع بسيط جدا ولطيف، لان هنقول لما بستخدمهاش بصوره متكرره وبشكل يومي، يعني اسمه وورد ارت. في جزء مجاني وفي جزء غير مجاني. طبعا السهم هنا اتغير لان انا عامل الصوره دي لو اضغطت عليها هتوديني على الموقع على طول، والموقع ده الكيو ار بتاعه اهو الرمز ده. طبعا ده احنا هنروح في الاخر الموقع الورد ارت ده لما بندخل عليه بيبقى بالشكل ده كده، بيبقى فيه عندي الجاليري او المعرض، البرايسنج اللي هي عمليه التسعير، والكوميونتي موجود مدونه او ما شابه يعني. طبعا بعمل حساب، بقوم جاي داخل بالحساب بتاعي. اول ما بروح وبضغط على كلمه جاليري بيبقى عندي بقى انواع من الصور بتظهر لي هنا، او التمبلتس او القوالب اللي هي معموله جاهزه موجوده، يعني سواء بواسطه، عشان كده كل واحد موجود اسمه مين اللي عمل الشكل ده. فطبعا دي ميزه ان حضرتك لو انت عملت شكل من الاشكال وحاسس ان هو جميل بتقدر ترفعه وتسيبه على الموقع ده بحيث ان هو يبقى تمبلت او قالب، فممكن غيرك بيقدر يستخدمه. يعني طبعا هنا دي اللي هو بيبدا بالحاجات الجديده لسه متضافه او تريندنج، اللي هي حاجات معلقه او عامله شغل، يعني زي ما بيقولوا بالشباب الصغير انها بتكون منتشره، او الموست لافد الاكثر شعبيه او اعجابا، او الايديتوريال شويس اللي هو الخاص بالايديتور بتاع الموقع، او لافد باي مي الحاجات اللي انا فضلتها وحطيت لها لايك ولا حاجه، فبقدر احط لايك بحيث لو حبيت ارجع لها في اي وقت مره اخرى. بنيجي بعد كده لو اخترت انا اي صوره، في صوره طبعا لو انت حضرتك بسيطه الصوره اللي انا معلم عليها دي هنجرب عليها مثلا على سبيل المثال كتجربه. اي صوره باخدها بيبقى مكتوب فوق هنا الكلام المكتوب، يعني هنا كلمة stay chill يعني اهو موجودة هنا stay، فبالتالي عبارة عن كلمتين بس في كلمة منهم كتبها بطريقة معينة. انا لو انا اللي عاجبني الديزاين ده وعايز استخدمه بروح هنا كاستمايز. طبعا هنا بقى لو انا عاجبني بقول بديله لايك بحيث ان هو يفضل في المفضله عندي. لما بضغط على زر كاستمايز او التعديل او تحرير بلاقي عندي الصفحه دي بتتفتح بقى، هي فيها الشغل كله، يعني بتبدا عندي في الوردز الكلمات بتاعت الحاجه هنا ستي، هنا تشيل، وفي ارت، 3 كلمات موجودين.
السايز بتاعهم هو اللي بيظهر عندي هنا. هو طبعا هنا كلهم ظاهرين بحجم واحد، وعشان كده كلمة ارت ظاهرة مرة بشكل نفس الحجم بتاع ستي، وكلمة ارت نفس الحكاية بس متوزعين. التوزيع ازاي والالوان ازاي ده هنعرفه واحنا بنطبق ان شاء الله. الكلر هو هنا عامله ديفولت كله لون واحد، الانجل او الزاوية بتاعت الدوران، والفونت المستخدم. احب اقول هنا بالنسبه للفونت المستخدم كل الفونتس اللي موجوده هنا لغه انجليزيه، معنى كده ما ينفعش نكتب بالعربي. السؤال ده هجاوبكم عليه واحنا بنطبق على طول. لو رحنا احنا هنا ده الووردز اهي اللي احنا كبرتها لكم شويه، وده التطبيق اللي انا بقول لكم عليه، عيدكم مبارك، علاء موجود، وكل عام وانتم بخير. عشان كده انا اجلت المعايده للشريحه دي، كل عام وحضراتكم بخير ومن الفايزين والعايدين ان شاء الله. الصورة دي مش موجودة أساسا في الموقع، أنا رفعتها، وهنعرف إزاي بنرفع الصورة أو بنجهزها. واخترت الأحجام عشان كده حكاية كلمة عيدكم مبارك حجمها بيكون أهي أكبر شوية، هنا بيكون حجم أصغر شوية. طبعا تبان الأحجام دي لو في كلمات كثيرة، كلمتين ممكن ما يبقاش الفرق واضح أوي يعني. طبعا اخترت اللون الأسود هنا، لما بضغط هنا هنشوفه في التطبيق وهنعرف إزاي. الفونتس الموجودة هنا أنا طبعا قدرت إن أنا أحط الفونتس دي، بيديني هو، مش أنا اللي قدرت، هو الموقع سامح لي إن أنا أرفع أو أضيف فونتس عشان أقدر أستخدمها. ففونت بعض حطيت بعض الفونتات الفونتس أو الخطوط العربية عشان أقدر أستخدمها. راحت فين هنا وورد؟ خلي بالكم هنا ووردز، هنا شيبس اللي هي هنا الكلمات، هنا الاشكال، هنا الفونتس. فهنشوف قائمه واحده واحده. الشيبس اللي هي الاشكال اللي هي بقى اللي هي بيتحط فيها الكلمات زي ما احنا شايفين. طبعا كل ما كان الشكل مصمت او الوانه واضحه او في فروقات كبيره يعني كده، ومش شرط لونه يكون اسود، بقى اللي احنا بنقول عليه السيلويتس اللي هو المظله زي اللي فوق ده، دول اللي فوق دول انا اللي رافعهم، اللي هما الاثنين الورده دي، الزهره دي والزهره دي. هنا الاشكال اللي موجوده هنا جايب لي اشكال كلها، لكن اقدر اختار لو انا عايز شكل انيمالز، حيوانات، بيبي، اطفال، بيرث داي، كريسماس، كلاودز، ايموجي، الى اخره، جيومتريك، في هو مقسمهم لي كاتيجوريز موجوده هنا اقدر اختار ما بينها. واقدر حاطيني بقى هنا اد تكست لو انا عايز اضيف هنا تكست، او اد ايمج لو انا عايز اضيف صوره من الصور من على الكمبيوتر عندي يعني. نروح للشريحه اللي بعد كده، القائمه الثانيه اللي هي قائمه الفونتس او الخطوط. قلت لكم معظم، قلت لحضراتكم ان معظم الخطوط اللي هنا كلها خطوط، مش معظمها كلها لغه انجليزيه، ما عدا الخطوط اللي بتضاف بالشكل زي ما انتم شايفين. عشان كده الخطوط دي ما فيش كلمه ريموف، ليه؟ لان هي دي الاساس في الموقع، دي اتضافت فبالتالي بتتشال في اي وقت، ما تبقاش متاحه يعني. حتى لو انا جيت اخد تمبلت تاني او قالب تاني مش هلاقي دول موجودين، فانا برفعهم عشان استخدمهم في الحساب بتاعي. القائمه اللي بعد كده اللي اوت، انا عايز الكلام كله يبقى هوريزونتال زي ما يعني زي ما هو واضح عندي، انا متعلم هنا عشان كده الكلام كله بالعرض عشان يتقرا. في اول عايزه فيرتيكال، ولا جزء كده وجزء كده، ولا في دياجونال بالزاويه الى اخره، ولا في كروسنج، ولا انا اقدر ارتبه براحتي اللي هي كاستمايز. فاعطيني اشكال كتيره بالشكل ده كده. اللي بعد كده اللي هو الستايل بقى، درجات الالوان والتنوع بتاعها والباك جراوند بتاع الصوره، اخليه بدل ما هو ابيض ممكن اخليه لون تاني، يبقى الباك جراوند كلر بالشكل ده. ممكن احط باك جراوند ايمج يعني، ممكن احط صوره في الخلفيه. خلاص هنا لو في انيميشن بيتعمل فيه انيميشن. هنا بقى بنيجي للقائمه اللي فوق او المنيو اللي موجوده فوق هنا، في عندي الداونلود بيديني القائمه المنسدله، ان ستاندر بي ان جي او ستاندر جي بي جي اللي هي الصور اللي طبعا البي ان جي عشان اللي هو الخلفيه بتاعتها بتكون شفافه، في امكانيه ان اللي يبقى شفافه. او بيديني بقى دول مدفوعين يعني، اللي فوق دول مجانين، دول هنا بقى الاتش دي الهاي ديفينيشن، عشان كده دول ما بينزلوا بتبقى الصوره الريزولوشن بتاعها مش عالي قوي. لو انا بقى هدفع، بدفع بقى جاي خلاص اخد بقى كل دول، حتى ممكن يديهاني كمان فيكتور، فيكتور يعني اللي هي اقدر افكها يعني، اقدر افكها واتعامل مع الناس اللي بتستخدم بقى الفوتوشوب وكده هيبقوا عارفين الكلام ده. القائمه اللي بعد كده اللي هي شير او المشاركه على الفيسبوك او التويتر او الايميل، او اخد اللينك، اخد الرابط وابعته لحد. القائمه اللي بعد كده اللي هي اللي طبعا سيف، خلاص مفهومه اللي هو بيتحمل بيتسيف في الحساب بتاعي يعني. القائمه الاخيره بقى في رينيم، لو انا عايز اعيد تسميه الاسم ده، هو هنا كوبي اوف كذا، لان هو ما خدش الصوره بتاعت صاحبها، لا ده خد نسخه منها، فاقدر اعيد تسميتها او اعمل لها سيف بشكل معين، او اطبعها او امسحها خالص لو انا عايز، الى اخر هذه الامور يعني. في عندي اختيارات كثيره. دلوقتي هنروح مع بعض وهنشوف التطبيق بتاعنا، هنطبق مع بعض ازاي بنعمل اللي هو زي الشكل اللي انا كاتبه دلوقتي والان مع التطبيق العملي مثلا يعني. فهنروح دلوقتي على طول للموقع ونطبق عليه على طول. يلا بينا، يلا بينا.
اهلا بيكم مره تانية. ادي الموقع بالشكل ده كده اهو موجود فوق. طيب انا عايز اروح زي ما نطبق بقى. طبعا هنا بنروح في الاول كل واحد هيدخل بالحساب بتاعه. طيب نضغط على جاليري. طبعا هنا البرايسنج او التسعير حاطي لي بقى ان هو انا عايز بقى لو الهاي كواليتي باكس لو صورة واحدة تبقى قد ايه، لو خمسة لو عشرة لو لغاية 100 تبقى قد ايه، طب لو اشتراك شهري اشتراك الى اخر. هذه الامور بتبقى موجودة عند حضرتك، اللي يهمني هنا على طول الحاجة المجانية يعني. ادي الجاليري بتاعه بالشكل ده. لو انا قلت تريندنج بيجيني مجموعة صور تانية، وطبعا بتبقى صور زي ما حضرتك شيء تحفة وجميلة وجاهزة يعني اقدر استخدمها على طول. ده واخد هنا الشكل الايقونة بتاعت اليوتيوب الاكثر اعجابا او اللي حصلت على اعجاب من اشخاص مختلفين. هنا الاختيار الاديتور نفسه، طبعا هتلاحظوا ان دي اكثر احترافية يعني معمولة باحتراف. دي بقى لو في حاجة انا عجبتني انا لسه طبعا الاستخدام ايه الشخصي. طيب انا هروح مثلا نقول ايه الايديتوريال تشويس مثلا بالشكل ده كده، واختار اي شكل من الاشكال. لو في شكل احنا عايزين يبقى واضح وواضح للكل، ناخد مثلا شكل الطائر ده. انا ضغطت عليها بالشكل ده كده اهو. طبعا هلاحظ الكلمات اللي موجود فيها هنا، الكلمات اهي طبعا عشان اعدل فيها. طب اقدر اعمل له لايك، في هنا 17 لايك موجودين وفي 142 واحد شاف الصورة دي. لو هضغط كاستمايز يعني لو سمحت انا عايز اعدل في هذا الشكل، هما كام كلمة؟ 3 كلمات بالشكل ده كده. هنروح نغير الكلمات هنا، وهنروح احنا عايزين نكتب بالعربي. طيب الانجليزي امره سهل. طيب هنروح هنا وهنجي كاتب انا عدلت في الكلمات اشوفها ازاي. يجي بقى هنا القائمة اللي موجودة عندي هنا اللي يهمني فيها فيزيولايز يعني وريني التعديل. موجودة بس خلي بالكم بقى اهو انا عملتها كده مش باين ليه؟ لان الفونت هنا اهو مش موجود فونت عربي. طب اعمل ايه بقى في الحالة دي؟ الحالة دي اقوم جاي رايح ضايط على الفونت واقول له لو سمحت ادي انا ضفت فونت اهو بالشكل ده كده. لما هروح هنا تاني الاقي الفونت موجود عندي اضاف. نفس الكلام هنا بالشكل ده كده اهو. يبقى هو ما اتكتبتش عشان ما فيش فونت موجود. ادي اهل الحفاظ على الحياة البرية زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. طيب الشكل لو انا عايز اغيره في اشكال تانية. طبعا هو شكل العصفور ده الصورة الاصلية، دي الصورة الاصلية اللي هو صاحبها رفعها يعني. طبعا هنا في انيمالز، في بيبي، بريث، بيرث داي، كريسماس، ايموجي، كلاودز، اشكال السحاب مختلفة الى اشكال منتظمة، اشكال قلوب. لما نروح للفونت زي ما قلت لكم ادي اللي انا رفعته هنا، يبقى بضغط على اد وبروح احط الفونت اللي انا منزله. اللي اوت الديزاين شرحناها قبل كده. وادي الستايل لو انا عايز اغير الالوان بتاعتي. لو انا عايز اغير الوان اهو انا حطيت الالوان دي اقدر اغير فيها. لو انا ضغطت هنا هيديني بقى الالوان اللي انا عايز. هنا اللون الاولاني لو انا عايز اغير مثلا اللون الاولاني ده هختارته مثلا اهو ده بالشكل ده كده واقول له ضفه لي. خلاص اللون الثاني مثلا حطيته سبته زي ما هو. لو انا قلت له راندوم هو بقى بيختار زي ما هو عايز واقول له كلوز فغيرهم لي وهكذا. يبقى اقدر اغير الالوان زي ما انا عايز، درجات الالوان بقى وانها تبقى فاتحه او غامقه من هنا اهو بالشكل زي ما حضراتكم شايفين اهو بالشكل ده. الباك جراوند كلر اهو هي لون هنا ايه ابيض فوق خالص اهو. طب انا هديها مثلا لون وحطيت اللون ده يمشي كده لو قلت له ابلاي. لا طبعا مش حلو لان الالوان كلها زرقاء، فنخلي مثلا لو حطيت اللون الاسود هتبقى بالشكل ده مثلا يعني. انا بقول مثال لو انا حاطط اللي هنا بقى الباك جراوند ايمج لو انا عايز احط صوره والانيميشن احنا لو احنا عاملين ايه انيميشن. طبعا اللي انا هرجع اللون الابيض تاني لان هو كان تاني هو الافضل اهو بالشكل ده ورجعت للون بتاعي. طبعا هنا في كلمه اندو يعني ارجع في الخطوه اللي انا عملت الشكل بتاعي ده. طب انا عايز احصل عليه يا اما اقول برنت وبيروح بيدوني ك بي دي اف ده اختيار، او الاسهل والافضل هنا واقول له ستاندر بي ان جي اهو بي ان جي
ونزلت لي موجودة هنا. لو ضغطت عليها الصورة بالشكل ده كده، ادي الصورة اهي، واقدر اتعامل معاها زي ما انا عايز بقى، احطها في باور بوينت، اعمل ابعتها لحد، اعمل كوبي. يتبقى شيء واحد بس. طب انا لا بقى، لو عايز ارفع صورة من عندي بعمل ايه؟ لو احنا رحنا شيب، هنا في ايمج او صورة، بروح هنا بيخيرني لو هي موجودة ليها رابط بحطه هنا خلاص. وفي نوعين من الصور بس هو اللي بيقدر يستعملهم، في نوعين من الصور زي ما احنا شايفين هو بس اللي بيستعملهم، او من على الكمبيوتر عندي. لما بروح كده هروح للداونلودز، دي الصور اللي انا، دي الصور اللي انا نزلتها، اهي الصور نزلت عندي هنا. لو انا خدت الصور اللي استخدمتها قبل كده، انا هاخد الصورة دي رفعتها وقلت له ايه، اوكي خد الصورة دي، وبعدين بقول له وريني بقى، فرجني التعديل هيكون عامل ازاي. ما هي برضو الزهرة دي تمشي معاها الحفاظ على، اهو الحفاظ على الحياة البرية زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. يبقى وريت حضراتكم ازاي انا رفعت صورة وازاي عدلت عليها. وطبعا اقدر اعدل الالوان زي ما قلت لحضراتكم، رجعت الالوان زي ما هي هنا ديفولت، اقدر اغير، اقدر اغير زي ما انا عايز. بكده بكون خلصنا شرح البرنامج، الموقع البسيط ده اللي هو وورد ارت. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو ده يكون مفيد وتستفادوا بيه، ونسالكم الدعاء بظهر الغيب. ان كنت احسنت ووفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا هذا رياء او سمعه. والى ان نلتقي في فيديو جديد قصير ويكون مفيد ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامانه، واسالكم الدعاء بظهر الغيب. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.